في السوشيال ميديا. اليوم منشور واحد مقرب كل شيء شاف أب لثلاثة أطفال بريء دون أي ذنب، بس بيش بيوكل أطفاله على ظهر الكلاندو، ما عنده ماجستير خريج، ما لاقي لقمة يأكل على ظهر موته، بس مات ليش؟ عشان نحن مش قادرين ندافع عنه. إذا كان فعلا نحن عندنا قلب قوي إيمان بالوطنية كمان نقول صدقني كان دافعنا عنه وخدانا له حقوقه من هاي سمشة، نحن ما قادرين حتى ناخذ حقوق شخص هذا البريء. ثم أنا أسأل السؤال، كيف يعيشوا هادوم الثلاثة اللي هو قد تعبوا ومشى بيوش؟ كيف هل سألت نفسك أنت ما أنك نشرت في الفيسبوك، هل سألت نفسك كيف أطفال هذا من بعده هو الرحل، خليك من الرحل، فتش حقوق هادوم اللي قاعدين عايشين اللي مش عارفين إيش يتسووا. تعرفوا هنا بنحب الشهرة، كلنا بنحب الشهرة، بس مش على حساب الآخرين، مش على حساب الآخرين. جريمة، وأنا تافه. أطلع يتكلم في السوشيال ميديا بدمباري بجريمة قتل، أنا أتكلم بدمباري. وتعرف أكتر حاجة يوجعني اتكلم، اريد من اخواني انقاذ ينقذ الموقف اللي انا فيه. صدقوني كل يوم انا نرقد وبنحرك من قلبي لحد نصبع، انا تخليت عن حياتي ليش حياه غيري، تخليت عن حياتي. اتمنى اني ارجع لاهلي، اتمنى اني اعيش بين اهلي، بس ما فيني لأنه حياة الآخر بيهمني أكثر من نفسي. يا أخواني أرجوكم بليز هلف عاس بليز، وقفوا المشاهدات الفيديو دون فعل، وقفوا الله والله، لا تعليقات ولا أجاب ولا أي شيء ولا متابعة، داير فعل. إلى متى واحد تلو الآخر، بنتسفى نجي لآخر واحد بيقعد بيشاهد الفيديو؟ إيش رأيكم، إيش تفكيركم يا تشاهدين، إيش رأيكم، إيش دايرين نسوي، دايرين نشنق نفسنا نرتاح؟ أبناء الوطن يومين نتسفى قصص غريبة ما لها أي قيمة. تعرفوا إنه نحن كثير أخويا، بس خوفنا فينا قاعد يقتلنا. أرجوكم بليز خليكم. فكوة دان كسيني واسمو.